السلام عليكم يا شباب. أخذنا في آخر سيكشن الأومز لو والكريشوف فولتج لو والكريشوف كرنت لو، وأخذنا برضو الفولتج ديفيجن والكرنت ديفيجن، وأخذنا في آخر سيكشن التحويل ما بين دلتا وستار، وطبعا أخذنا كل ده بالأمثلة الموجودة في الشيت. النهاردة إن شاء الله هناخد النودال أناليسيس، وهناخد عليها مسائل إن شاء الله من الإكزامبل، وهبعت لكم إن شاء الله الشيت الموجود فيه المسائل إن شاء الله مدعوم بالحلول برضو عشان خاطر أنتوا تحلوا إن شاء الله وتتأكدوا من الحلول بتاعتكم. إيه النودال أناليسيس دي؟ النودال أناليسيس دي هي طريقة للتعامل مع الدائرة الكهربية، والغرض منها إيجاد الفولت على كل نود موجودة في الدائرة عندي. يعني مثلا لو عندي دائرة بالشكل ده، فهنا في 3 نود في الدائرة دي، نود واحد واثنين والنود دي. احنا قلنا ان الغرض من النودال اناليسيس هي ايجاد قيم الفولت في كل نود، وبما ان النود دي معروفة بالنسبة لنا هي نود ريفرنس بالنسبة لي للفولت، فبيكون معروف ان قيمة الجهد عندها 0 فولت. لذلك انا لما بتعامل في النودال اناليسيس بتعامل مع النودز التانية اللي هي مش 0 فولت او الريفرنس نود. ذلك انا عندي هنا لما هاجي اتعامل بالنودال اناليسيس هتعامل مع نود واحد ونود اثنين. طيب ازاي بنحل بالنودال اناليسيس؟ النودال اناليسيس عبارة عن تطبيق لكريشوف كارنت لو. يعني انا بطبق كريشوف كارنت لو على النود واحد وعلى نود وبكون معادلة، وبطبقها على نود اتنين وبكون معادلة، ولو في نود تلاتة كنت هطبقها وبكون معادلة. وبعد تكوين المعادلات دي يتم حل المعادلات مع بعضها لإيجاد قيم الفولت على كل نود. وطريقة حل المعادلات مع بعض بتختلف، يعني في أكثر من طريقة، إما أنا أحلهم بالجمع والطرح والإليمنيشن العادي، أو أنا أحلهم بطريقة كرامر أو بأي طريقة أخرى متاحة. فمثلا انا عندي في الدايره دي ازاي هطبق كيرشوف كارنت لو. احنا قلنا في كيرشوف كارنت لو ان هو عباره عن ان مجموع الكارنت اللي داخل للنود بيساوي مجموع الكارنت اللي خارج للنود، اللي خارج من النود. لذلك النود دي عندي انا قيم كارنت اهو معروف الاتجاه بتاعها اي واحد، وكذلك الداخل اهو واي اتنين خارج من النود دي، بس البرانش ده والبرانش ده مش عارف اتجاه الكرنت فيهم. فانا هفترضه افتراضا مثلا ان هو اتجاهه اتجاه معين، وفي الاخر بعد ما احل المساله لو طلع الاتجاه اللي انا افترضته طلع قيمه الكرنت بموجب، يبقى اذا الاتجاه اللي انا افترضته صحيح، انما لو طلع قيمه الكرنت سالب يبقى انا المفروض اعكس الاتجاه اللي انا افترضته. فهنا انا مثلا في المساله دي هفترض ان كرنت كده مارج هنا اهو من نود واحد لنود اتنين، ومن هنا من نود واحد للريفرنس نود، وفي النود التانية في برضه هنا مجهول ده، فانا هفترضه من النود للريفرنس. ذلك انا لما هيتم تطبيق كيرشوف كارنت لو على دي هيكون الكارنت اللي داخل اللي هو اي واحد بيساوي مجموع الكارنت اللي خارج. طيب الكارنت اللي خارج اي اتنين قيمته معلومة، زائد ديت عاوز الكرنت فيها، فيبقى ال V واحد اللي هي الفولت عليها ناقص الفولت V اتنين على قيمة المقاومة R اتنين. أما بالنسبة للبرانش ده فيكون V واحد ناقص الفولت هنا اللي هو بزيرو على R واحد، وهو ده موجود عندي في المعادلة هنا أهو. قيمة الكرنت اللي داخل اللي هي I واحد بيساوي I اتنين زائد V واحد على R واحد زائد V واحد ناقص V اتنين على ار اتنين، ودي تبقى اول معادلة معايا. اما بالنسبة للنود التانية فهيكون
قيمة الكرنت اللي داخل هتكون I2، وده برضو احنا افترضنا اتجاهه خلاص، افترضنا يبقى اذا V1 ناقص V2 على R2 بيساوي قيمة الكرنت اللي طالعة وهي V2 على R3، اهو في المعادلة بالشكل ده. بعد ما بيتم عمل معادلات بالشكل ده بتعامل معاهم واحلهم بالطريقة المناسبة زي ما هنشوف ان شاء الله في المسائل. تعالوا نشوف مسألة كده اكزامبل ان شاء الله عشان يكون الحل واضح امامكم. بيقول لي احسب النود فولتج في السيركت دي. طيب انا هبص في السيركت دي هلاقي برضو كام نود، هلاقي نود اهي واحدة اللي هي دي كلها، ودي النود اتنين، والنود دي اللي هي ايه طبعا اللي هي ريفرنس نود 0 فولت، لذلك هتعامل مع النود 1 والنود 2 عشان اجيب الفولت على نود 1 لازم افترض الكرنت. طبعا انا هفترضهم اهو، هتبقى المثل دايره بالشكل ده، هفترض قيمه الكرنت مره من 1 ل 2 هنا ومن 1 ل 0 ل 0 نود هنا. طيب يبقى اذا اللي داخل ايه الخمسه واللي خارج الاثنين دول، يبقى اذا 5 امبير اهي هتبقى داخله اهي 5 امبير بيساوي في واحد ناقص في اتنين على اربعة، اهي في واحد ناقص في اتنين على اربعة، وهنا في واحد ناقص صفر على اتنين، اهي في واحد ناقص صفر على اتنين. هعدل المعادلة دي بحيث ان انا اتعامل معها بسهولة، ان انا اجمع في واحد مع بعض اخلي لهم معامل واحد بس في الدائرة، وفي اتنين لو في في اتنين تاني هنا اجمعهم مع بعض، واخلي القيم المعلومة عندي في جزء لوحدها يعني بره اللي يساوي. هو طبعا عدل المعادلة اهي بالشكل ده اهو الشكل النهائي ده بعد تعديلها، وضرب في المقامات عشان خاطر يضيعها، بقيت المعادلة عندي بالشكل ده. اتعامل بقى مع المعادلة التانية. افترضنا ان قيمة الكرنت هنا كده، هنفترض ان قيمة الكرنت هنا من V2 الى V0. طبعا احنا بنفترض وبعد كده نشوف هل الافتراض بتاعنا ده صح ولا لا لما نجيب قيم الكرنت. هنا يبقى عندي 10 امبير داخل اهو، وده الامبير ديت برضو داخلة، اما بالنسبة لده خارج اهو وده ايه خارج. هتعمل معادلة اهي المعادلة، اللي داخل 10 امبير زائد في واحد ناقص في اتنين على 4 امبير، 4 اوم معلش، يساوي اللي خارج، اللي خارج 5 امبير وفي اتنين على 6 اوم، وفي اتنين على ايه على 6 اوم. هتعامل برضو بنفس اللي اتعملته في المعادلة الاولى بحيث ان انا اخلي القيم دي في اتجاه في لوحدها، 5 او 10 في جانب لوحديهم ودول في جانب لوحديهم، وهطلع لي المعادلة في الشكل الأخير بالشكل ده. أبدأ بقى أتعامل مع المعادلات اللي طلعت معايا دي، يا إما قلنا هنتعامل بالإليمنيشن، وفي الحالة دي طبعا هو الأفضل لأن معادلتين بس هتعامل معاهم، أجمع وأطرح المعادلتين، أو أتعامل بطريقة كرامر، ودي أنا بلجأ لها في لما يكون عندي أكتر من معادلتين، يعني 3 معادلات 4 معادلات أبدأ أحل بكرامر، لأن ساعتها هيكون الحل بالجمع والطرح صعب. هنشوف الاثنين في المسألة دي. دي طبعا الجمع والطرح خلاص، هو هيجمع في 3 ب 3، في واحد هيروح مع بعض، في 2 هتفضل هكذا، وهيطلع قيمة الفي 1 والفي 2 عندي بالطريقة دي. انما بالنسبة للكرامر بقى، انا عندي في كرامر بكون 3 مصفوفات بالشكل ده. ايه المصفوفة الاولى وايه المصفوفة الثانية وايه المصفوفة الثالثة؟ المصفوفة الاولى هي معاملات الفولت، يعني في المعادلة الأولى معامل في واحد بكام ومعامل في اتنين بكام، طبعا بعد ما ايه بخليهم في الصورة الأصغر كده، يعني مش أكون عندي كذا في واحد وآخد كل المعامل اللي في واحد، لا هو معامل واحد للفي واحد اللي أنا جمعت فيه كل الفي واحد الموجودة في الدال. هنا معاملها بثلاثة ومعامل في اتنين بسالب واحد أهو في المصفوفة الأولى، 3 سالب 1. بعد كده المعادلة الثانية هاخد معاملاتها برضو بالشكل ده، معامل في واحد ومعامل في اتنين.
المصفوفة دي عبارة عن المجاهيل عندي اللي هما في واحد وفي اتنين بالشكل ده، ولو في في تلاتة كان هيبقى نفس، هيبقى تحتيهم هنا، وكانت هتبقى المصفوفة طبعا هنا أكبر لأن في معامل في تلاتة. إنما المصفوفة دي اللي هي قلنا القيم المعلومة عندي في الدايرة، اللي هي القيم الكرنت سورس المعلومة عندي في الدايرة، بخليها في جانب لوحديها زي كده بالشكل ده أهو 20، وهنا 60 بالشكل ده. أبدأ بقى أحل مع بعض إزاي هجيب قيمة في واحد وفي اتنين من طريقة كرامر. أولا ديت مصفوفة 2 في 2، فالتعامل معاها أسهل من إن هي تكون مصفوفة 3 في 3 أو 4 في 4. طبعا عارفين لما يكون مصفوفة 2 في 2 سهل، بنضرب طرفين في وسطين وإيه ونجيب قيمة المصفوفة. طب أنا هجيب في واحد برضه وفي اتنين إزاي؟ في واحد بتساوي أهو زي بالشكل ده دلتا واحد على دلتا. إيه الدلتا واحد وإيه الدلتا؟ الدلتا اللي هي قيمة المصفوفة دي الأساسية، إنما دلتا واحد دي بقى هي المصفوفة الأساسية دي بعدل عليها إن أنا أجيب قيم المصفوفة دلتا واحد. يبقى إذا هشيل أول عمود وأحط قيمة الـ20 والـ60 ده. يبقى إذا دلتا واحد بتساوي 20 و60 هنا وسالب واحد وسالب خمسة، هشيل الاتنين دول وأحط مكانهم وأجيب قيمة المصفوفة. هجيب قيمة المصفوفة دي دلتا واحد وأجيب قيمة مصفوفة دلتا وأقسمهم على بعض، هيطلع لي رقم وأنا كده حصلت على في واحد. في اتنين نفس القصة بس دلتا اتنين بقى على دلتا. ايه دلتا اتنين دي؟ اللي هي المصفوفة الأساسية بس هنشيل العمود ده بتاع في اتنين ونحط مكانه العمود بتاع القيم المعلومة عندي، وهجيب قيم المصفوف بحيث ايه الطرفين في وسطين. هنا حصلت على في واحد وفي اتنين بالطريقة دي. لو في لو مصفوفة 3 في 3 طبعا يكون التعامل معاها غير، وهنشوف ان شاء الله في مثال. طبعا انت حصلت على الفولتات، لو عاوز تجيب اي قيمة كارنت مجهولة عندي هنا هجيبها، في واحد عندي وفي اتنين عندي، خلاص قيمة الكارنت دي اقدر اجيبها، دي اجيبها، دي اجيبها زي ما ايه زي ما احب. طلعت قيم الكارنت عندي هنا بموجب كلها معظمها ما عدا اي اتنين طلعت بسلبة، معنى كده ان الاتجاه اللي انا افترضته كان ايه، كان المفروض اعكسه او كان أو هو العكس، يعني اي اتنين هتنتقل من في اتنين لفي واحد وليس زي ما انا ايه فرض كده. دي بالنسبة للمسألة بسيطة بالشكل ده. لو عندي مسألة أكثر وأكبر من المسألة الأولى بالشكل ده هتعامل معها إزاي؟ هنا عندي كام نود؟ عندي هنا 3 أو 4 نود، نود واحد ونود اتنين أهو ونود تلاتة، والنود ديت اللي هي الريفرنس اللي انا بعتبرها 0 فولت او بتعامل معاها على اساس هي 0 فولت، لذلك مش بجيب لها كيرشوف كرنت لو. هنا عندي في النود واحد كرنت اهو داخل، وهنا اتنين كرنت مش عارف اتجاهه، لذلك انا هفترض ان الكرنت هنا اتجاهه هكذا، والكرنت هنا مثلا هفترض ان اتجاهه من 1 لـ3 بالشكل ده. النود 2 ديت مش عارف ولا اتجاه كرنت، هفترض هنا من الاتنين لزيرو، وهنا افترضته خلاص، افترض ده بقى من ايه من 2 لـ3، اجي لـ3 الاقي ان في كرنت اتجاهه معروف هنا، وده افترضته في الاول خلاص، وده برضو افترضته خلاص، ايه التعامل يبقى ايه كل قيم الكرنت انا ايه افترضتها وعارفها. نيجي بقى للمعادلات، هيكون هنا عندي طبعا بديهيا 3 نود يبقى 3 نودز، هيبقى ايه 3 معادلات. طبعا دي يا شباب ايه current dependent source. تمام خلاص، انا هشيل الاي اكس اللي حطها لي دي واشوف قيمتها ازاي في الدال. هو بيقول لي ان قيمته 2 في اي اكس، هشيل اشوف فين الاي اكس دي، اهي الاي اكس دي خلاص انا هشيلها بقى احط قيمتها اللي هي هتبقى مثلا ايه في واحد ناقص في اتنين على الاتنين ديت، خلاص انا هشيلها بقى احط 2 و2 في 1 على 2 واتعامل بقى في المعادلات على اساس هذه القيمه. نيجي لتكوين المعادلات. اول معادله بالنسبه للنود واحد
بالنسبة لنود واحد كرنت 3 أمبير داخل واللي خارج الاتنين دول، خلاص يبقى 3 أمبير بيساوي في واحد ناقص في اتنين على 2 أوم، اهي في واحد ناقص في اتنين على 2 أوم، وفي واحد ناقص في 3 على 4 أوم. دي أول معادلة، طبعا هتعامل زي كل مرة ما أنا بتعامل إن أنا أخلي قيمة المعامل الواحد بس لكل فولت، في واحد أهو المعامل بتاعه، ومرتبين كده في واحد في اتنين في تلاتة، بحيث إن أنا لو حليتهم بكرامر يبقوا برضو مرتبين بالشكل ده. نيجي لفي اتنين، الكرنت ده داخل والاتنين دول خارج، خلاص اللي داخل في واحد ناقص في اتنين على اتنين، اللي خارج بقى في اتنين ناقص في تلاتة على تمانية، وفي اتنين على أربعة. فين المعادلة؟ اهي في واحد ناقص في اتنين ده اللي داخل والتنين دول خارجين، واتعامل برضو بنفس المنطق ان انا اخلي ايه معامل واحد لكل واحد فيهم. المعادلة التالتة، ده داخل وده داخل وده خارج، خلاص الاتنين في دول في جزء في جهة وده في جهة الواحدة، وطبعا الاي اكس هنعوض عليه بقيمته، هتبقى المعادلة التالتة بالشكل ده واعدل فيها. طبعا ده 2 اي اكس اهو اللي هو الخارج يساوي 2 في اي اكس اللي هي في 1 ناقص في 2 على 2، واتعملت واختصرت المعادلة بالشكل ده. يا اما انا اشتغل بطريقة الاليمينيشن، وفي الحالة دي هتوصل معايا، بس ايه ممكن اجد صعوبة في بعض المعادلات لما يكون عندي 3 معادلات، ممكن لا اجد صعوبة. الاليمينيشن طبعا ايه انتوا عارفينه. اما بالنسبه لكرامر، خلاص انا كرامر قلت ايه عندي 3 مصفوفات، المصفوفه الاولى بتكون عباره عن المعاملات اللي في واحد وفي اتنين وفي تلاته في الصف الاول، والصف الثاني المعادله دي، والصف الثالث المعادله دي، المعادله المصفوفه الثانيه اللي هي المجاهيل عندي اهي. المصفوفه الاولى يعني في اول معادله، بالنسبه لاول معادله عندي هنا 3 سالب 2 سالب 1 اهي، 3 سالب 2 سالب 1. المعادلة الثانية -4 7 -1، -4 7 -1، والثالثة برضو بنفس المصفوفة الثانية دي ايه؟ دي قيم المجاهيل عندي في واحد وفي اتنين بالترتيب طبعا بتاعهم، ما ينفعش احط هنا اجيب هنا في ثلاثة واحط هنا في اتنين طبعا، لا لازم بالترتيب بتاعهم. ودي قيم الجهة الثانية من المعادلة اللي هي قيم المعلومة عندي، كانت في المعادلة الأولى ب 12 والمعادلة الثانية بصفر والمعادلة الثالثة بصفر، لذلك اصبح الشكل ده عندي. هجيب في واحد ازاي؟ في واحد بيساوي دلتا واحد على دلتا، في اتنين بيساوي دلتا اتنين على دلتا، في تلاتة بيساوي دلتا تلاتة على دلتا. طب ايه الدلتا؟ قيمة المصفوفة دي، دلتا واحد قيمة المصفوفة دي، بس انا بجيب ده مكان اول عمود بالشكل ده دلتا واحد ده هيبقى مكان ده، ودلتا اتنين بقى ده هيبقى مكان الجزء التاني، دلتا تلاتة ده هيبقى مكان الجزء التالت. طيب دولت مصفوفات 3 في 3، ازاي هتعامل معاهم؟ غير طبعا لما يكون مصفوفة 2 في 2، المصفوفة 3 في 3 ليها طريقة حل، وطبعا انتوا ممكن تحلوها. المصفوفات طبعا ليها حل بالحسبة العادية بتاعتنا دي، وانا ممكن ابعت لكم فيديو شرح ازاي ممكن تحلوها، وانتوا اكتبوا على اليوتيوب ازاي بنحل المعادلات المصفوفات بالمعادلة وهتلاقوه ان شاء الله. طب لو حلناها يدوي هيكون ازاي؟ في طريقة هو حل بيها بالكتاب، دي انا ما فضلهاش، ولكن خلينا بالطريقة العادية بتاعتنا اللي هي دي، نفس المصفوفة دي اهي 3 وسالب 2 وسالب 1 وسالب 4 و7 اللي هي المصفوفة دلتا، هنحلها ازاي؟ طبعا احنا في الاول بنفترض اشارة لكل عنصر. ازاي الاشارة؟ انا بفترضها بمشي كده وبعد كده امشي كده وبعد كده امشي كده، ببدأ بالموجب وبعد كده اللي جاب النبات، موجب بعديه يبقى ايه سالب، بعديه موجب، انزل هنا انا خلصت موجب وانزل هنا يبقى ايه سالب، وهنا موجب هنا سالب، هكذا بعديه ايه موجب سالب موجب. طيب قيمة المصفوفة دي هتبقى بتساوي قيم العمود الاول مثلا في ايه في كل مصفوفة لي بالشكل ده، يعني انا هجيب قيم العمود الاول، العمود الاول اول حاجة فيه 3 واشارتها ايه موجبة، في المصفوفة بتاعته والمصفوفة بتاعته اللي هي ايه بحذف ده عمود وصف
اهي المصفوفة الثنائية بتاعته. بعد كده ايه السالب 4 دي الإشارة بتاعتها سالب، هيبقى إذن سالب في سالب 4، يعني سالب اللي هو ناقص سالب 4 في المصفوفة بتاعتها، هحذف عمود وصف، يفضل سالب 2 سالب 1 سالب 3 1، ويفضل الأخير اللي هو 2 موجب، أحذف عمود وصف، يفضل معايا إيه المصفوفة بالشكل ده. وخلاص كده أنا دي المصفوفة دي طرفين فاصلين ودي طرفين فاصلين، هيطلع معايا الرقم إيه الناتج بتاع المصفوفة هو نفسه أهو، هو حال بطريقة تانية إن هو عامل طريقة كده معينة يعني. ودلتا 1 بنفس الطريقة اللي هي زي ما قلنا، ودلتا 2 بنفس الطريقة، بس طبعا ايه شال الصف ده 3 سالب 4 2، حط 12 0 0 لغاية هنا وحلها. لو احنا حليناها بنفس الطريقة هيطلع 48، ودلتا 2 ودلتا 3 خلاص انا بقى حصلت على في 1 من حيث ان انا اقسم دلتا 1 على دلتا، ودلتا 2 على دلتا بفي 2 وفي 3، لو في حاجة مطلوبة تاني في الدائرة بجيبها. وفي ممكن طبعا حل عن طريق الماتلاب، اللي يعرف يحل في اللي يعرف فيكم الماتلاب طبعا سهلة جدا، بس اللي يعرف يستخدم الماتلاب فيكم يحلها، ولكن مش هتعرفوا تحلوا بيها طبعا في حالة امتحان او حاجة كده. طيب انا دلوقتي تكلمنا، لو واخدين بالكم المسألتين اللي حلناهم هتلاقوا ان السورسز فيهم كانوا ايه دايما current sources وهكذا. طيب انا لو في فولتج سورس عندي في الدائره، وفي عندي فولتج سورس في الدائره، هتعامل معاه ازاي؟ عندي حالتين. لو مثلا عندي دائره بالشكل ده، اولا الحاله الاولى ان الفولتج سورس يكون ما بين نود وريفرنس، اللي هي النود الريفرنس. في الحاله دي خلاص ما دام بين النود والريفرنس فهي قيمه الفولت على النود دي اتعرفت، خلاص في واحد ناقص 0 بيساوي 10 فولت في الحالة دي. خلاص أنا مش هعمل معادلة للنود دي، خلاص أنا عرفت أصلا قيمة الفولت، أنا مش محتاج أعمل معادلة أصلا. يبقى إذا لو أنا عندي الحالة دي خلاص أنا هلغيها من المعادلة، مش هعملها. في حالة تانية إن يكون عندي ما بين اتنين نود، تو نودز. لو حصلت معاك في مسألة ما بين تو نودز دول هتعامل معاهم إزاي؟ أولا في 2 ناقص في 3 بتساوي 5 فولت، خلاص دي معادلة يعتبر ضاف لي معادلة، هي معروفة بالنسبة لي إن في 2 ناقص في 3 بيساوي 5 فولت. الفرق جهد ما بين النود 2 والنود 3 معروفة هي عن طريق الفولت سورس ده ب 5 فولت. طب بالنسبة للمعادلة بتاعت النود دي، أولا أنا بسميها سوبر نود، وبعملهم الاتنين مع بعض كأنهم نود واحدة، كأني هشيل الفولتج سورس ده وتبقى ايه شورت سيركت بالشكل ده مثلا. خلاص انا بعرفت ان في 2 ناقص في 3 بيساوي 5، خلاص هعملها كانها شورت سيركت مثلا، وهتعامل بقى ان ايه ان المعادلات هتبقى ايه ده كارنت ده داخل بعد الفرد طبعا، انا الكارنت هنا داخل من هنا لهنا ومن هنا خارج ومن هنا خارج ومن هنا ايه داخل، خلاص كلهم دول هيبقوا في معادلة واحدة بالشكل ده يعني. هو طبعا ايه خلينا ايه نطبقها على مسألة افضل، انما احنا فهمنا ان هنا قيمة فولت جبتها ودول دي ادتني برضو معادلة، ودي ادتني قيمة ال في واحد، ودي ادتني معادلة، هيفضل المعادلة اللي انا عاملها من السوبر نود. خلينا ايه نشوفها في مسألة افضل. لو عندي مسألة بسيطة بالشكل ده، في كام نود فيها؟ تو نودز، في واحد وفي اتنين، أو نود واحد ونود اتنين، لأن أنا ما دي ايه ريفرنس. طيب ما بين واحد وما بين اتنين في فولتج سورس، يبقى إذا دول هنسميهم سوبر ايه نود، نسميهم سوبر نود. لذلك هتبقى ايه الفولت ما بين هو الفولتج ديفرنس ما بين في 2 ناقص في 1 بيساوي 2 فولت، طبعا لان الاشاره هنا هو موجب سالب، يبقى اذا في 2 اكبر من في 1، يبقى اذا في 2 ناقص في 1 بيساوي 2 فولت. وايه والمعادله الثانيه، يبقى انا في الطبيعي اصلا هيبقى عندي معادلتين، المعادله الاولى من في 2 ناقص في 1 ادتني معادله ب 2 فولت، هيفضل المعادله بتاعت السوبر نود، هيبقى الدايرة دي هكذا انا عملت هنا شورت سيركت،
قيمة الكرنت في الاتنين دي هنا داخلة، ودي هفرضها كده مثلا، ودي هفرضها ما بين في واحد لفي اتنين. طبعا دي يا شباب انا مش هاخدها معايا في الحسبان، اللي هي في واحد ناقص في اتنين على 10 امبير على 10. ليه؟ لان خلاص انا عارف الفولت ما بين في واحد ناقص في اتنين باتنين فولت، خلاص انا الجزء ده كله مش هستخدمه. السوبر نود يا شباب هيبدو بالشكل ده، هيتعاملوا كأنهم نود واحدة، اللي داخل 2 امبير واللي خارج 7 امبير، ودول طبعا هفترضهم هيكون قيمتهم في 1 على 2، وهنا في 2 على 4، والمعادلة هي بالشكل ده، 2 داخل واللي خارجين دول. هختصر المعادلة لإيه بشكل مناسب. والمعادلة التانية اللي احنا قلنا اللي هي اصلا ايه، في واحد او في اتنين ناقص في واحد بيساوي 2 فولت اهي. طبعا في اتنين ناقص في واحد يروح من هنا، في اتنين ناقص في واحد بيساوي ايه، 2 فولت. اتعامل مع المعادلتين بالطريقة المناسبة. افضل طريقة هنا ان انا بالاليمينيشن، ولو عاوز بكرامر برضو مفيش ايه مشكلة. لو في مثلا اهو مسألة بأكثر ايه تعقيدا، عندي هنا ايه في الأساس كام نود، 1 و2 و3، والنود ده 4، دي 1 و2 و3 و4، طبعا ده ايه الريفرنس نود. طبعا بما ان في فولتج سورس ما بين نود 1 و2، خلاص هيتعامل كأنها سوبر نود واحدة، ودي كذلك برضه هتعمل كأنها ايه سوبر نود واحدة. يبقى اذا هيبقى عندي معادلة أولى في واحد ناقص في اتنين بيساوي 20 فولت، معادلة تانية في تلاتة ناقص في أربعة بيساوي 3 في اكس، وهشيل الفي اكس دي وأعوض على قيمتها الموجودة عندي. خلاص يبقى أنا عندي كده ايه معادلتين. المعادلتين المعادلة التالتة هتبقى للسوبر نود دي، والمعادلة الرابعة هتبقى للسوبر نود دي. يعني الدايرة بعد ما أعدل عليها هتبقى بالشكل ده. طبعا أنا جبت المعادلة من ديت، المعادلتين الأساسيين أنا عملتهم من في واحد ناقص في اتنين وفي تلاتة ناقص في أربعة بيساوي كذا. يفضل السوبر نود دي ليها معادلة، والسوبر دي النود دي ليها معادلة. يبقى إذا هيبقى معايا 4 معادلات في هذه المسألة. طيب السوبر نود دي معادلتها إيه؟ فين الكرنت اللي داخل؟ على حسب الفرض اللي أنا هفترضه برضه. الكرنت ده داخل، وده هفترض ان هو داخل كده، وده هفترض ان هو خارج، وده خارج. واذا في واحد على اتنين في واحد، الكرنت ده بيساوي في واحد ناقص في اربعة على تلاتة، ده ايه خارج، وايه تاني خارج، مفيش خارج تاني، فاضل 2 داخلين. يبقى في اتنين على ناقص في تلاتة على ستة بيساوي ده كرنت، واللي داخل التاني 10 امبير. فاذا هلاقي المعادلة بالشكل ده اهي زي ما انا قلت، وهقتصرها لافضل شكل. طبعا هيبقى فيها 4 مجاهيل. المعادلة التانية بتاعت السوبر نود نفس القصة، وهيبقى فيها ايه 4 مجاهيل. انما المعادلتين الاساسيين اللي احنا عملناهم اللي هي في واحد ناقص في اتنين بيساوي 20، وفي كذلك برضو في تلاتة ناقص في اربعة بيساوي 3 في اكس، هعوض عن الفي اكس. ايه الفي اكس دي؟ وجدت في المعادلة في الدالة الرئيسية ان الفي اكس بيساوي في واحد ناقص في اربعة، لانها في اكس اهي موجب هنا وسالب هنا. يبقى في واحد ناقص في اربعة، بعوض عن الفي اكس في واحد ناقص في اربعة، وكده يبقى انا كونت ايه المعادلة الرابعة. طبعا عندي 4 معادلات، يا اما استخدم الاليمينيشن وده صعب، يا اما استخدم كرامر. طيب برضو نفس القصة، لو انا استخدمت كرامر هتبقى المصفوفة عبارة عن 4 في 4، لأن 4 معادلات هيعملوا لي مصفوف 4 في 4، هيبقى صعب جدا التعامل وحلها. لذلك أنا هعمل تريكة بسيطة كده. أنا عندي معادلة صغيرة خالص فيها مجهولين بس، مش فيها 4 مجاهيل زي باقي المعادلات. أنا ليه ممكن، طب أنا ممكن أقول مثلا إن أنا هخلي ال V2 ديت مثلا بتساوي في واحد ناقص 20، اود الفي اتنين هنا واجيب ال20، وعوض عن كل في اتنين بفي واحد ناقص 20 في المعادلات التلاتة الباقية. يبقى اذا بقى عندي مجاهيل ايه، في واحد وفي تلاتة وفي اربعة بس. يبقى اذا
بدل تلات يبقى تلات معادلات فقط، اقدر احلهم بكرامر بسهوله. وهو ده طبعا اللي عمله في اللينير، انه عوض عن كل في اتنين بفي واحد، واصبح عندي تلات معادلات، اهو المعادله دي والمعادله دي والمعادله دي، وحلهم بكرامر. بعد ما حلهم طبعا ايه، بعد ما حلهم بكرامر طلعت عندي قيم في واحد. طبعا في واحد هتبقى ايه، دلتا واحد على دلتا، وانا هجيب الدلتا الاساسية ايه، وهجيب دلتا واحد، وهجيب دلتا تلاتة ودلتا اربعة، واجيب منهم في واحد وفي تلاتة وفي اربعة بسهولة خالص، اجيب في اتنين، لان انا عندي في واحد والمعادلة اللي انا عوضت بيها هجيب ايه، في اتنين. ديت لو حصل عندي دايرة كبيرة بالشكل ده، ولقيت ان انا عندي 4 مجاهيل في الدائرة، ممكن اتعامل معها بالطريقة دي. انما لو كانوا 3 مجاهيل فخلاص انا هعملها على طول من غير ما اتعامل بايه، اعمل التركة دي. كده يا شباب يكون خلصنا كل حاجة خاصة بالنودل اناليسيس. ولكن في حاجة بسيطة كده بيقول لك ان بدل ما انا اقعد اعمل معادلات وكده، طب ما انا ممكن احل بمجرد النظر عن طريق كرامر، ان انا اكون مصفوفات كرامر دي بمجرد النظر. بس شرط اساسي عندي ان يكون كل السورسز اندبندنت، مش ديبندنت سورس، لان لو ديبندنت سورس هتدخلني في معادله اخرى وهكذا. انما لو كلهم اندبندنت انا ممكن احل المساله بمجرد النظر. ازاي احلها بمجرد النظر؟ في المصفوفه الاولى دي، لاحظوا طبعا الجي واحد دي اللي هي يعني واحد على ار واحد، اللي هي الكوندكتنس مقلوب الريزيستنس، والجي اتنين والجي تلاته دول الكوندكتنس المقلوب الريزيستنس. ابص الاول للنود بتاعتي في المصفوفه الاولى هنا، اول دي النود واحد، يبقى اذن اول حاجه هنا عندي اول خانه هتبقى مجموع الكوندكتنس كلها المتوصلين بيها. هنا مجموع كل المتوصل، كل الكوندكتنس المتوصله بالنود واحد جي اتنين وجي واحد. لو في نود تالتة كانت هتبقى في كوندكتنس تاني، يبقى اذن جي واحد وجي اتنين هي اول خانة. الخانة التانية سالب ما بينها وما بين نود اتنين، سالب هتبقى سالب جي اتنين. طب لو في نود تلاتة يبقى سالب ما بينها وبين نود تلاتة، يبقى سالب جي تلاتة، هكذا. نيجي للصف اللي بعديه، هي نود اتنين، يبقى اذن اجي في الخانة التانية، اجي في الخانه الثانيه اقول ان الخانه دي عباره عن مجموع كل الكوندكتنس المتوصله بيها. شوف كل الكوندكتنس المتوصله بيها ايه كده، هتلاقي جي 2 وجي 3، لو ممكن في تاني كنا جمعناهم معاه. بعد كده باقي الخانات هتبقى ايه، سالب الكوندكتنس ما بينها وما بين الخانه دي، يعني بالنسبه لواحد هنا سالب جي 2، لو في جي 3 هيبقى كانت مثلا سالب جي المتوصله ما بينها وما بين نود 3. يبقى اذا كده انا اول مصفوفه عرفت بجيبها ازاي. المصفوفه الثانيه دي طبعا معروفه المجاهيل عندي بالترتيب بتاعه. المصفوفة الثالثة بقى ايه، مجموع القيم الكرنت سورس المعلومة عندي. هنا في واحد في اتنين كرنت سورس متوصلين بيها، يبقى اجيب مجموع اللي داخل بالموجب واللي خارج بالسالب، يبقى اي واحد ناقص اي اتنين، خلاص اي واحد. بالنسبة للنود دي في كرنت سورس واحد متوصل بيها اللي هو اي اتنين، داخل ولا خارج؟ داخل، يبقى اذا اخده باشاره موجبه. لو في حاجه تاني، لو في نوت تالته كانت هتبقى زي كده. وهو ايه، هو طبعا في مساله هنا ايه تطبيق عليها، فيها تطبيق ان انت تجيب ايه تجيب الكرامر، مصفوفات كرامر بس، لانها لو حليتها هتبقى ايه كبيره جدا، لانها اهو نوت واهو نوت ثلاثه اربعه نوت. طبعا هيجيبها هو بسهولة، هو بمجرد النظر هيجيبها بسهولة في النود واحد متوصل بيها. دول طبعا مقومات انت هتخليهم ايه، واحد على خمسة، هنا واحد على عشرة الكوندكتنس المتوصلة بيها، وفي اتنين ما بينها. وبعد كده يعني اول واحد اول خانة الكوندكتنس المتوصلة بفي واحد، تاني خانة سالب ما بينها وما بين نود اتنين، وهكذا. انا ان شاء الله هبعت لكم الشيت، و هبعت لكم ان شاء الله حلوله برضو، واتمنى ان شاء الله يكونوا فهمتوا. طبعا الامر جديد ومش سهل، ان شاء الله يعني انتوا قادرين على ان انتوا تفهموا بقدر الامكان.
ولو في أي مشكلة تواصلوا إيه إن شاء الله معايا، والسلام عليكم.